متصل آخر أبو سجاد. أبو سجاد تفضل. السلام عليكم سيدنا عطار. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك حياك الله. وإحنا من خدمتكم وندعيكم دائما بالخير. الله يعطيك العافية حبيبي. وإحنا من سكنة بغداد سيدنا عدي ستة أيامك على مدة خالدتك المرأة أبو سجاد. الله يحفظك. كانت تقضي الصيام برمضان، كانت تعرف من المطلوب ومن ثلاثة مربعة من محل دورها الشهرية. المهم بوقت الفطور ذيك الأيام كانت حاطة على قناة الأنوار. نعم. فقعد كنا نايمين، قعدنا سمعنا المؤذن يأذن. قام الخطية فطرت، دارت على بغداد، لقيت انه وقت الفطور بعد ما صاير بغداد. وانا قلت لها ما اعرف انه صيام مش مقبول ما مقبول، انت قاعد تقضين اصلا رمضان احنا هو قضاء يعني. فنريد رايكم قضاء قضاء يعني كان قضاء؟ اي كان قضاء رمضان. بلي. وتدعي لك يا امان الله من معجبيكم ومتابعكم هواي الله يحفظك وترحم والدك بكل حلقه. الله يحفظها ان شاء الله تعالى وسلامي لها، حياكم الله بارك الله فيك. أبو سجاد يقول زوجتي تقضي رمضان هالأيام، يقول على قناة من القنوات تصورت أنه أذن المغرب وراحت فطرت وتبين أنه لا ما داخل الوقت. هذا الصوم تعيده، هذا الصوم تعيده، يعني من أفطر قبل الوقت، من أفطر قبل الوقت ولو كان جاهلا على حال لابد من قضاء ذلك اليوم، إعادة قضائها. نعم نعم. كاظم تفضل. يا كاظم تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك سيدي أخبارك؟ كاظم ابتعد عن التلفزيون رجاء، جاء اسمع صوتي يمك وابتعد عنه حتى تحكي وياي عدل، تفضل. السيد من السؤال تفضل. بالنسبه للمجالس الشرب، مجالس شنو؟ مجالس الشرب. الشرب؟ الشور الشور. ها مجالس الشور. ايه شنو هاي مجالس الشور؟ أكبر سودة يقولون حرام. ما هو حكم مجالس الشور؟ زين أقدر أسألك يا كاظم؟ نعم سيدي. هذا المجالس الشور يعني القصيدة اللي تقرأ والطريقة اللي تقرأ، يعني قصيدة فيها يعني فيها الشجاوة وحزن وكذا، لو لا كلمات ما إلها معنى أو وياها موسيقى ودي جي أكثر من دي جي يعني؟ لا 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 سيد، ما ياها اي موسيقى، ما بياها اي شيء. اي عضوية حمور فقط وياها تسبيح، هاي اهات تسيمية هاي فقط وياها. بس هي شلون ما تقول يعني انت ما بيها اي فرح، ما بيها اي شيء، كلمات لا فطرة كواقع. جيد جيد، شكرا اخ كاظم. ان شاء الله ابين المسؤول، ابين المسألة ان شاء الله، مشكور. كاظم يقول ما هو حكم مجالس الشور؟ مجالس الشور إخواني هو تعبير، هذا مصطلح جديد لطريقة العزاء، طريقة لطم. أكو طريقة اللطم العراقي، أكو طريقة اللطم البحريني، أكو طريقة اللطم الهندي، سامعين شون يلطمون. أكو طريقة لطم خاصة تسمى بالشور، وهو أنه الرادود أو مجموعة الرواديد يقرؤون بشكل سريع والشباب يلطمون هكذا على صدورهم، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك بشروط. لأن بعض الإخوة الله يحفظهم من يسمع لا إشكال في ذلك بكيف يعني، شنو كيف يسوي الأجواء مدري شلونها، والشباب على حال حركات مو مناسبة أشبه بالرقص، ويخلون موسيقى ما أدري فيها نوع من الهوسه والدبكه، هذا ما يجوز، هذا ليس مواساة لاهل البيت وليس مظهر من مظاهر الجزع. احنا نريد جزع ولا ما نريد جزع؟ نريد جزع، نريد مواساة اهل البيت، بكاء وجزع ولطم. اما انا الطم كانما ارقص او انه موسيقى، هذا ما يصح، هذا ما يصح. فنعم عزاء الشور عزاء جيد بحالة من الجزع والبكاء والشعر الهادف، الشعر الجيد بدون
مؤثرات صوتية وموسيقى لا إشكال في ذلك أصلا.